بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل السادة الصحفيين. الحمد لله، الأول بقول مبروك لعيلة واتزو، مبروك للمكتب، مبروك للجمهور الكبير اللي حضر النهاردة، مبروك للجهاز الفني. مباراة كانت صعبة جدا علينا، صعبة عشان حاجتين. كل أمانة، فريق محترم بيلعب، فريق كوكب. اتفرجت عليهم مباراة الوداد، فريق بيلعب كورة، فريق عنده أجسام قوية جدا، منظمين في الملعب، وده شيء مهم جدا. الحاجة التانية، كنت قلقان جدا ان بعد مباراة الكاس، مباراة 5-0 على ملعبنا، انت عارف اللاعب العربي بيبقى عنده نوع من النشوة شوية. فالحمد لله قدرنا ان احنا نتكلم مع اللعيبة في الفترة اللي فاتت دي، ان احنا ننسى مباراة الكاس ونفكر في اللي جاي، خاصة الحاجة الأخيرة ان الكوكب احنا كواتزو ما كسبناهوش. ثلاث مقابلات تقريبا لعبنا الكوكب، محظوظين علينا بمعنى صح، ودي كانت نقطة كنت قلقان منها جدا جدا جدا. عشان كده الحمد لله اللعيبة كان النهاردة حاسة ان هي يعني لا قدر الله ممكن يحصل حاجة، ولكن هو البطولة صعبة، كل الفرق مستعدة بشكل كويس، كل الفرق متقاربة. اتمنى ان احنا ربنا يوفقنا ان شاء الله في الفترة الجاية ونكون عند القدر المسؤولية. شكرا. مين اكيد ده وضع طبيعي. انا قلت من شويه ان فريق محترم، وكان فوزي جمال يعني من المدربين الاكفاء جدا، وهم فرقه بصراحه لما اتفرجت عليهم ماتش الوداد، ومش هم الفرقه اللي انا لعبتها في اجادير، بكل امانه في لعبة كتيره جدا اتغيرت، ولكن فريق محترم كان لازم تعمل لهم يونيف حساب. هو المهم ان انت تاخد الثلاث نقاط، يعني ممكن تدافع بشكل كويس وتلعب المدافع العكس، ولكن انا كنت قلقان جدا من مباراه الخمسه بتاعت الكاس. انت عارف اللعيب العربي عموما، المغربي والمصري وكل اللعيبه، لما بتحس بان هي في ارتياحيه بتبقى الامور صعبه، ولكن الحمد لله ربنا كرمنا، خدنا ثلاث نقاط من فريق قوي وفريق محترم. بننسى المباراه، بنفكر لان البطوله صعبه جدا، محتاجين ان احنا يعني لعيبه نشد حنا الدور الاولاني، لان دايما الدور الثاني كمان بيبقى فيه صعوبه كبيره جدا، مش عايزين نستنى زي السنه اللي فاتت ان شاء الله. أكيد طبعا نقطة مهمة جدا، ولكن الحمد لله بنحاول نعمل استشفاء سريعة. عندنا بكرة راحة، لأن ما خدناش راحة بقى لنا فترة، لعبنا الكاس ولعبنا، ولكن عندي الحمد لله اللعيبة ما شاء الله كلها، أنا عندي كل اللعيبة أساسية، ما عنديش لعيبة احتياطي ولا لعيبة أساسي، وأنا مفهم اللعيبة كده. أي حد هيبذل مجهود وهيدافع عن تيشيرت واتزو أهلا وسهلا بيه، وأنا في اعتقاد إن كل اللعيبة الحمد لله، عندي لعيبة كبار، كبار مش عايز أقول في السن، ولكن كبار في العطاء، لعيبة كبيرة جدا، كلها لعيبة كبار بتبذل مجهود زي اللعيبة الصغيرين. ولكن بتمنى إن شاء الله إن التوفيق دايما يحالفنا، لأن التوفيق مهم جدا في كرة القدم. التوفيق لما بيبعد عنك حتى لو أنت بتأدي بشكل كبير جدا، فمهم جدا الموضوع، بيبقى مش موضوع فرقة كويسة أو فرقة وحشة أو فرقة بتأدي أو فرقة ما بتأديش. أتمنى إن إحنا ربنا يكرمنا إن شاء الله، نقلل من أخطائنا، وفي نفس الوقت التوفيق يكون محالفنا إن شاء الله، لأن مباراة أسفي مباراة صعبة على ملعب أسفي، أتمنى إن ربنا يوفقنا فيها إن شاء الله. هل يمكن القول بان سريع واتزو اليوم خطف 3 نقاط من المباراة؟ اكيد اكيد اكيد، احنا تعبنا وربنا كافئنا. زي ما قلت من شويه، فريق محترم جدا وفريق ادى بصراحه بشكل كبير جدا. كانت ممكن المباراه تطلع تعادل في اي وقت من الاوقات، اتضغطنا شويه، ولكن اللعيبه الحمد لله كانت رجاله، جمهور ساندنا لاخر دقيقه، وبشكر الجمهور من خلالكم لانه كان مساند قوي لينا، بس مش النهارده، في كل بصراحه المباريات بره ملعبنا وجوه ملعبنا. صافي؟ صافي؟